Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi everybody, how are you doing? في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعلم التعبير عن الوقت باللغة الإنجليزية. من طبيعة الحال هناك طريقتين مختلفتين للتعبير عن الوقت. هناك طريقة بالبريتش إنجليش يعني الإنجليزية البريطانية، والطريقة الثانية بالأمريكان إنجليش الإنجليزية الأمريكية. وبما أننا في هذه القناة نركز على الإنجليزية الأمريكية English، سنختار الطريقة الثانية. وكما عودناكم دائما بطريقة سهلة ومبسطة إن شاء الله سنتعلم كيف نعبر عن الوقت باللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة. ولكن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بشعار قناة الثابت الذي هو willingness الرغبة، challenge تحدي، practice الممارسة. أول شيء يجب أن نعرف كيف نسأل عن الوقت. هناك طريقتين للسؤال عن الوقت. الطريقة الأولى what time is it؟ what time is it؟ what time is it؟ كم الساعة؟ والطريقة الثانية do you know what time it is? Do you know what time it is? هل تعرف كم الساعة؟ والجواب يكون هكذا. دائما نستعمل it's. It's 2 o'clock. It's 7 o'clock. It's 7:30. And so on. Okay. وقبل أن ندخل في التفاصيل ونرى كيف نعبر عن الوقت في اللغة الإنجليزية بشكل صحيح، سنستمع أولا. It's 5 o'clock. It's 8 o'clock. 2. It's 5:30. It's 11:30. 3. It's 5:15. It's 2:15. 4. It's 6:15. It's 9:15. 5. It's 5:55. It's 5:10. 6. It's 5:20. It's 5:25. 7. It's 5:25. It's 5:40. 8. It's 5:50. It's 5:50. إذن كما تلاحظون عندما تكون لدينا 5 تماما فإننا نقول it's 5 o'clock، يعني تماما o'clock. It's 5 o'clock. 8 تماما it's 8 o'clock. Okay. O'clock تعني تماما. وممكن أن نغير هنا أن نقول 7 تماما it's 7 o'clock, it's 9 o'clock, it's 1 o'clock and so on. Okay. إذن هنا ليس لدينا أي مشكلة. 5:30. 11:30 نقول it's 5:30. It's 11:30. لذلك الأمر هنا سهل جدا. كما نرى هنا 5:30 نقول it's 5:30. It's 11:30. 5:30. 11:30. أما بالنسبة للربع فإننا نقول a quarter. A quarter. مثلا هنا لدينا 5:15. It's a quarter after five. يعني مرت 15 دقيقة بعد 5. After. بعد. Okay. وهنا لدينا 2:15. نقول it's a quarter after two. يعني مرت 15 دقيقة بعد 2. Okay.
هنا لدينا a quarter to, وto تعني إلا. الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة يعني السادسة إلا 15 دقيقة. نقول it's a quarter to six يعني السادسة إلا 15 دقيقة أو ربع. أوكي. هنا لدينا الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة. It's a quarter to nine يعني التاسعة إلا 15 دقيقة. التاسعة إلا 15 دقيقة أو ربع. أوكي. It's a quarter to nine. أوكي. الخامسة وخمسة دقائق. الخامسة وعشرة دقائق. هنا نستعمل after. After يعني it's five after five يعني 5 دقائق بعد الخامسة. Okay, it's five after five. وهنا لدينا 10 دقائق بعد الخامسة. It's ten after five. Six. It's 20 after 5. الخامسة وعشرون دقيقة يعني مرت 20 دقيقة بعد الخامسة. Okay. وهنا لدينا الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة. It's 25 after 5 يعني مرت 25 دقيقة بعد الخامسة. نقول it's 25 after 5. Okay. Seven. وبعد 30 دقيقة نستعمل to. To. إلا يعني إلا. الحالة الأولى الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة. إذا بقيت حوالي 25 دقيقة كي تصل السادسة. نقول it's 25 to 6. السادسة إلا 25 دقيقة. وهنا كذلك بقيت لدينا 20 دقيقة لكي تصل السادسة. نقول it's 20 to 6 يعني السادسة إلا 20 دقيقة. إذا بعد 30 دقيقة نستعمل to ونرى ونحتسب عدد الدقائق المتبقية. أوكي. وفي الحالة الأخيرة it's 10 to 6 كذلك بقيت لدينا 10 دقائق لكي تصل السادسة. نقول it's 10 to 6 هي السادسة إلا 10 دقائق. وهنا بقي لدينا 5 دقائق لكي تصل السادسة. نقول it's 5 to 6 يعني هي السادسة إلا 5 دقائق. وحتى نتمرن أكثر سنستمع إلى محادثة قصيرة ثم سننجز تمرين بسيط. Excuse me, do you know what time it is? Yes, of course. It's about 6 o'clock. Thanks. Excuse me, عفواً. Do you know what time it is? هل تعرف كم الساعة؟ Yes, of course. نعم، من طبيعة الحال. It's about 6 o'clock. It's about حوالي. Okay. تقريباً هنا لا تحدد الوقت. تقول حوالي. It's about 6 o'clock. Thanks. شكراً. والآن جاء دوركم. What time is it? كم الساعة؟ سأنتظر جوابكم في تعليق وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الدرس وأضرب لكم موعدا قادم في درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت تزور القناة لأول مرة قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر الاشتراك ولا تنسى تفعيل الجرس حتى تتوصل بالجديد فور نزولي. كما أنه إذا كان لديك اقتراح أو ملاحظة يمكنك تدوينها في خانة التعليقات.